يا الربع صلوا على النبي. صراحة أبشر الأناشيد اللي فيها زي الحس هذا الابتهال والأشياء هذه، أنا أحس اللي ينشدون هذه الأصوات أو هذا الفن عندهم خامة صوت عجيبة. فهل توافقون أنه يعني اللي يدخل في مجال الإنشاد أنه يكون له جزء من هذه الأعمال عشان يحتسب له؟ كيف؟ لازم ابتهال. طيب اللي يشطح مثلا مغني غزليات مدري ايش امور كين يمين، اي نعم، وجهة نظري اذا جبت كلمات غزلية وانشدتها انت ما غيرت شيء عن الغنى، لان الله عز وجل في كتابه الكريم ايش يقول؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعتبر من اللهو، من لهو الحديث الذي لا فائدة له. في نصيحة لكل منشد اللي وهبه الله عز وجل صوت مثل هذه الاناشيد، والله انها تبعث شيء في النفس جدا قوي. فبيض الله وجهك، جزاك الله خير، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اعطينا واحده ابتهال.